والحمد لله أصولنا كلنا عربية، ويستطيع كل فلسطيني في غزة وفي كل فلسطين أن يأتي بجذوره العربية، سواء كانت من السعودية أو من اليمن أو من أي نفط، ولذلك قد تربطنا قرابات. ولذلك أين 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 المودة، أين الرحمة؟ أنا شخصيا نص عائلتي مصرية كلنا، ويمكن بيجي حوالي أكثر من 30 عائلة اسمها المصري في أساسنا، نص 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 فلسطين، نص فلسطين يا أخواننا مصري ونص سعودي. إيش من هم الفلسطينيون؟ في عنا في أسماء كثيرة اسمها المصري وجذورهم مصرية، جذورهم مصرية مصرية، قد يكونوا من الإسكندرية، من القاهرة، من دمياط، من الوجه البحري، من أسوان، من الصعيد. نحن مصريون، نحن عرب، نحن مسلمون، نحن منكم. الله أكبر، الله أكبر، والله الحمد، الله أكبر. كيف تسكتون، كيف تسكتون يا مسلمون أن يموت أهل غزة وأنتم تنظرون إليهم؟ لا تستطيعون أن تمدوهم بأمر بسيط تعطونه للغرب بثمن بخس ودرائم معدودات.